تمنى أن يزف شهيدا. يسأل الطفل أحمد شحادة ابن 16 ربيعا والده قبل استشهاده عن موعد زفافه شهيدا كما يزف الشهداء. كل أسبوع يقول لي يا بابا أمتى بدك تزفني؟ أنا بالذات كان يقول لي أمتى بدك تزفني؟ أول مرة بصرح هذا الكلام، شايف علي؟ والولد راح شهيد والحمد لله رب العالمين، وهذا شهيد فلسطين، شهيد الشعب الفلسطيني كلياته، وكلنا على هذا الدرب. وهذا الصبي يا عمي كان متمني الشهادة من سنتين، شايف علي؟ والحمد لله نالها. كان الاحتلال على موعد مع أحمد عندما أطلق رصاص غدره على قلبه مساء أمس أثناء اقتحام قبر يوسف في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس. كيف لنا أن نعد للموت هكذا، أن نستقبله ونننتظره بفارغ الصبر؟ هم أطفال فلسطين، هم الشهداء أحمد شحادة وغيث يمين ووسيم خليفة وغيرهم من الشهداء الأطفال الذين قتلهم الاحتلال هنا في مدينة نابلس بدم بارد. أنا كنت معها قبل 4 ساعات، اشتري الأواعي وما لبسهاش، بس أسهم أس. أحمد كان يتمنى الشهادة النهاية من بعد ما استشهد غيث، الله يرحم روحه يا رب. يعني غيث أحمد طلبها منالها يا رب، إن شاء الله الله يتقبلها. هنا مشهد الانتظار الذي تعود عليه أبناء شعبنا، موعد تجهيز الشهيد محاط بأصدقائه وذويه، يتوشح بالعلم الفلسطيني وبعض من الورود. هنا ينتظر عائلة أحمد تجهيز جثمانه، يفكرون بآخر كلماته. قبل ساعات قليلة كان بينهم يمازح أصدقائه. أحكي لك؟ لا أحكي لك. مرة طلب للاحتلال قبل 3-4 أشهر، طلبوا شو اسمه، راجعنا عليه، ما حلت قصته بعد ما راجعنا عليه. بعدين تأثر بصاحبه غيث يمين، يعني كل فترة وفترة يروح عنده على المقبرة، وفي له صور معاه رايح عنده على المقبرة قبل ما يستشهد، رايحين عنده أصحابه. أكثر من 100 إصابة خلفها الاحتلال أمس أثناء اقتحام قبر يوسف، 10 إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة، كل ذلك من أجل حماية بضع مستوطنين يرقصون ويؤدون طقوسهم التلمودية. الشهيد الطفل أحمد شحادة ابن 16 ربيعا وصفه أصدقائه بصاحب الملامح البريئة، يرتقي اليوم شهيدا كما تمنى ذلك، بأن يزف كما زف من قبله رفيقه الشهيد الطفل غيث يمين. أكثر من 50 طفلا فلسطينيا قتلهم الاحتلال منذ بداية هذا العام بدم بارد ضاربا بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الإنسانية. من مدينة نابلس بدر أبو نجم، تلفزيون فلسطين.